كريم، أهلا بكم للحصاد الاقتصادي. إذا دفع وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن القرض السندي الذي من المنتظر أن يتم إطلاقه، أين شرح بن خالفة أن هذه هي الآلية التي تعول عليها الحكومة لاستقطاب مزيد من الأموال الخزينة العمومية. إيمان عياش والتفاصيل. بعد الكلام الكثير الذي صاحب قرار إطلاق نموذج اقتصادي جديد تحت تسمية الدين السندي الحكومي للتنمية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بنسبة الفائدة والجمهور المستهدف، خرج اليوم المسؤول الأول بوزارة المالية عن صمته، معتبرا إياه بجرعة أكسجين لتمويل المؤسسات العمومية. أن هذا القرض سيكون اسميا أو سيكون الحامل القروض اللي انتم اي موجوده عندكم هذه اللي تشترى ابتداء من 17 ان شاء الله في جميع المواطنين يشترون هذه القسيمات كلها هي ب50,000 دينار. القرض السندي طرحت حوله عدة تساؤلات حول كيفية استعماله ومدى فعاليته خاصة في الوقت الراهن. هذا اللي سيبور قابلين للتداول، قابلين للبيع، قابلين للتظهير. هي إذن تدابير وإجراءات مكثفة من طرح حكومة سلال من أجل الخروج سالما من الأزمة الاقتصادية الراهنة. هذه إذن هي الوثيقة السندية التي سيجدها المواطن والمتعاملين في 1500 وكالة ليضع فيها 50,000 دينار لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة 5.75%. فهل سيستجيب المتعاملين لهذا القرض أم سيفشل كباقي المعاملات التي اعتمدتها الوزارة الوصية؟